احسن شفتي اخوك شاري حبك عبالي حبك بزاف ايه وش تقولي له بي حافظ بي خملي ان شاء الله خلاص يغراح وكافي ضربوت يغراح وقام ليش ما قبل بلي راح وقام خليهم لي قبل غير خاوتي وكان يروحوا روح معهم ما قالت حيطي لي بابا قالت حيطي لي سمعتي وش قالت حيطي لي دو قالوا معك خوك هو يوقف معك هو يعاونك يا اخي انت وش راك توجهني دا شوفي في الكاميرا وجهني دا وش راكي حبه تلحقيني دا قلت بالله غير طات ولا دم ولا لو خوتي ولا عيش ان شاء الله يا ربي هذا قلت بالله في حياتي ترى لي صلي بلدعي وخفت على خوتي لخدش ركاي لصبو يقعدوا برا يقعدوا كل واحد ورا يقعد ما عرفتش أنا قلت بالله أنا رأي النهار بيض إلى دار وأنا رأي يصلي ولدي ربي يقبل لي صلاتي ويقبل لي دعاء تاعي إذا ما كان ربي يقدركم إن شاء الله وربي يقويكم أصدق تعبير وأصدق كلام يخرج من فم البراءة فما بالك إذا اختلط بالدموع هذه الدموع تاع الحزن وتاع المأساة وإن شاء الله نداء البراءة نداء مختلط بالدموع أكيد سيصل لكل إنسان عنده درة حنانة ودرة إحساس في قلبه هنا يا نيد هذا إن شاء الله يوصل إلى الجهات والسلطات المختصة في أقرب فرصة وإن شاء الله يلبوا لهم نيدائهم وإن شاء الله تعودوا تتلموا فيه لما جميلة إن شاء الله ومبارك إن شاء الله حب الإخوة هذا إن شاء الله ربي يبارك فيه كان هذا لقاؤنا من مدينة سيدي راشد إلى أعداد قادمة وقصص أخرى سلام زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.